شوي بس واحد اثنين ثلاثة هذا رضا الحاج احمد سفرين. لا هذا اللي جت ثامن اخر ثلاثة ارقام 671 هذا الرابع دكتور حسام تفضل مضبوط زين تعال تعال هنا داخل ساعة شوي كم رقم 21 لا مالي طير هذه مين له شغل ترى مكتبه مكتبه انا بس كلهم كل واحد عنده طير خلي يوقف الطير يلا خل واحد كل واحد يوقف الطير يلا هذا طبعا الابطال كل واحد يشيك طيره بعد ما وصل عشان يصير اوسع ولكن صورك لا تضايقون داخل البايكر هذا الثاني ها؟ خارج الغنام عشان يمسكه مو موجود طيب انت نيابة عنه ما مشكلة بس انا طير هناك ترى يبغى طير يمسكه لا بس على اساس ان كل واحد مع طيره افضل ايه هذا طيرك؟ عارفه ابرك وينه هذا اللي عند ابو ناصر اللي عند ابو ناصر انا قلت له مساء ماني معطيك اياه لا وصل هنا عفوا طيره مبروك مبروك الله يوفق لك ان شاء الله بالطير مين جزاكم خير حبيبي والله بس سحل رامي الله يبارك فيك الله يوفق لك ان شاء الله خلنا نشوف طير البحرين قلبه شوف وجه الله كريم عشان نزيد عليهم ونخليهم يشترون اشوف وين الطير القبيط طيرة الدكتور حسام وين وهذه الطير حق مين هذا الاول هذا الاول هذا طير الاول طبعا ابو مهدي رئيس نقطه الشرقيه ماسك الطير الاول شوفوا يا جماعه الخير هذا الطير الاول ماسك ابو مهدي رج الحانه ابو مهدي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله الله يبارك له ان شاء الله رأي. الله يبارك له في الطير ان شاء الله الطير الاول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك على الجميع ان شاء الله نعم يبارك لكم ان شاء الله الطير الثاني ما جي رأيه الثاني في الاحسن في الاحسن ما جي الطير الثالث الطير الثالث الابرق اللي هناك الابرق عندك في نابه نابه موجود هذا هو ها اي موجود لا هذه خليك هذا هذا طيرته هو وهذه طيره طير خليفه الكعبه
وهذا طير خليفة الكعبي المركز الثالث في نقطة الشرقية. إن شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك له إن شاء الله بهالطير الله يبارك له إن شاء الله. الله يحييك. جناحان بعد. إن شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك له إن شاء الله بهالطير. الختمة في ختمة حقت السباق ويني؟ هذه ختمة السباق. شو ختمة السباق؟ إن شاء الله. ختمة السباق نقطة الشرقية. تستاهل الله يبارك لك ان شاء الله. دقيقه خاتم السباق خلنا حزن دقيقه بس خاتم السباق خاتم السباق والله لغينا نتيجه كعاده السابع خاتم السباق خلاص بدر طبعا ابو بدر المركز السابع في نقطه الشرقية المركز الثاني في سباق اللي قبل المركز الثاني في نفس الطير في الميتين في نفس الطير ها ما شاء الله تبارك الله المركز الثاني والمركز السابع المركز الثاني والمركز السابع ما شاء الله تبارك الله يبارك لك بالطير رجع حانا شوف ما شاء الله هذا ختم نبغى ختم اهم شيء شوف ختمه يا جماعه الخير وين طير عادل الله يبارك لك بالطير ما ورانا الختم هذا ما الدكتور حسن ها آه. آه مبروك ابو بدر يا حبيبي انا باركنا ترى بالجروب يا جعل عمرك ابو بدر وافي وبطل الله يوفقك يا رب وانت من طيرك انت ناصر ناصر هنا في جلوكوز وفي كذا خليه يرتوي طبعا يا جماعه الخير ابو ناصر معروف من الابطال ما شاء الله ماسك الطير عادل المفلح البطل يستاهل محمد حمام طيب ما شاء الله تبارك الله الله يبارك له ويبارك الجميع الفائزين امين امين ومحمد بطل مثل السنه هذه وشوف السنوات الجايه ان شاء الله ان شاء الله المزيد من الرجال ونيته طيبه ورجال مجتهد من الله يبارك له ان شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه اشاد فيك بناصر بطل من الابطال بناصر واشاد فيك هذه شهاده اعتز فيها بناصر بطل كبير اخونا كبير ما نقدر ما نزود على كلام اي شيء كفو عليك ومجتهد ان شاء الله المملكه ما شاء الله الله طول عمرك ان شاء الله باذن الله مزيد من التعلق باذن الله له الزملاء المتسابقين الله يعطيك العافيه والله بناصر ما قصرت الله يرحم والديك احنا جينا شهاده اعتز فيها بناصر معروف من الله يرحم والديك بطل الموسم ناخذ صوره بطل الموسم وكل شيء له بصمه بناصر خليك وياه اعطى كلمه والكلام عند بناصر انت ناصر ناصر اليوم حضرنا السباق ومع دقيقه بناصر اليوم حضرنا السباق وكان سباق قوي واحب ابارك لاخواني القائمين على النقطه والمشاركين فوزهم ومبروك لهم وهارد لك اللي ما حضر لهم حمام أتمنى مزيد من النجاح إن شاء الله والتفوق في السنوات القادمة ودائما البدايات تكون صعبة وأي ملاحظة أو أي غلط كان في هذا الموسم هم قادرين يتلافونه وإن شاء الله ما في لك الخير أتمنى لهم التوفيق ومزيد من النجاح بإذن الله تعالى لهم والجميع المشاركين يعطيك العافية أبو ناصر الله يعافيك ما قصرت والله كلنا ضيوف يا بيمشون وعيب انه ما يخشون قبل لا يمشون لا 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 انا دقيقه تاع صور فيديو ولا ايش فيديو هذا هو بزكي ان شاء الله في المزاد وصل باذن الله